السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه. عواش مباركه وعيد مبارك سعيد، ومرحبا والف مرحبا بكم اليوم في حلويات العيد. ان شاء الله نتمنى نقدم لكم حلويات اللي تكون خفيفه وسهله واقتصاديه ودغيا كتوجد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي مع عجينه وحده غادي نخرجوا شكالات، وكتجي زوينه 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 بزاف وهشيشه، لا في المنظر ديالها ولا في المذاق، كتجي روعه. نتمنى يعجبكم هاد الحلويات اللي غادي نحط لكم هاد الايام ديال العيد. على بركه الله المقادير ديال هاد الحلوه هادي. هاد الحلوه عندي كنحتاج فيها مايزينا، عندي فيها 250 غرام ديال مايزينا، 250 غرام ديال الطحين، عندي فيها 5 ديال صفارة البيض غير صفر، عندي فيها 250 غرام ديال الزبده، كاس مع مرش ديال العنبه ديال سنيده ديال السكر. على بركه الله ندوزو للطريقه ديال الاستعمال. بركه الله البنات، غادي نبداو طريقه الاستعمال. غادي نحط الزبده ديالي هنايا، 250 غرام ديال الزبده، غادي نضيف لها كاس مع مرش ناقص كاس قل ربع ديال سنيده ديال السكر، غادي نضيف لها 5 ديال صفار البيض غير صفار، ضفنا 5 صفار ديال البيض. غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان، غادي نخلط مزيان حتى تجمع هاد الزبده مع هاد البيض مع السكر. هانتوما كتشوفوا البنات، بعد ما خلطت الزبده ديالي مزيان ما تبقاش مكعبره هكاك، خلطها مع السكر. نسيت البنات ما قلت لكمش واحد الفاني، واحد شاصيه الفاني. واحد ارزا، ولكن ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير نص ديالها. ندير 400 غرام، هي فيها 700، ندير غير شي 400 غرام ديال الخميره. نحاول هكا انني نحك مزيان ديك الزبده. صافي، غادي نضيف الطحين ديالي ومايزينا. بسم الله، غادي نضيف مايزينا كامله. بسم الله، نحاول انني نخلطهم مزيان. نضيف الخميره كما قلت لكم، الخميره ماشي كامله، النصف ديالها. صافي، نحاول انني نجمع العجين ديالي. ديك الساعه الطحين عيني ميزاني، حقاش بعض المرات كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. دابا نخلط هاد المايزينا هادي مزيان،
ديك الساعه نبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. دابا غادي نبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى نحصل على العجينه ديالي كي بغيتها. البنات بعد ما جمعت العجينه ديالي انا راه كفات ليا داك الطحين كامل درتو كامل، يعني المجموع هو مايزينا يعني 500 غرام 250 غرام ديال مايزينا و 250 غرام ديال الطحين. كتكون شويه قاسحه البنات، ما كتكونش خفيفه بزاف باش كتبقى شاده ليا ديك الفورمه ديالها، ما كتهبطش كتبقى شاده راسها وكتجي هشيشه. واخا تشوفوا هكا قاسحه في العجين ولكن ملي كطيب كتجي هشيشه بزاف. راكم عارفين مايزينا ديما الحلوه المايزينا كتكون هشيشه ومزيانه. هاد القياس البنات انا غادي ندير منه جوج اشكال، غادي نقسمو على جوج ندير منه جوج اشكال. الشكل الاول غادي نديرو بالشكلاط الكحل والطوستاده في التزيين، غادي نزينو بالشكلاط الكحل والطوستاده. والشكل الثاني غادي ندير رافاييلو اللي غادي ندير فوس منها لوزه ونديرها في الشكلاط الابيض والكوك. ها انتما معايا البنات على بركه الله، نقسم العجينه ديالي وندوز نكمل. نحاولوا اننا نديروا القياس هو هذاك. دابا غادي ندوز نوطيها. انا الصينيه ديالي دهنتها غير بالزيت، الا عندكم الورق ديال الزبده ديروه، انا درت غير الزيت. غادي نديرها البنات غير صغيره لحقاش غادي نغطسها في الشكلاط ونولي نغطسها في الطوستاده. الا درناها كبيره غادي تجينا الكاطويا كبيره بزاف، وكاين اللي كيعجبو الكاطو كبير يديرها كبيره ماشي مشكل. انا غادي نديرها على هذا الحجم هكا وغادي نحطها هادي هاد الشكل هذا اللي درت. دابا غادي نغمسو في شكلاط الكحل وفي الطوستاده هيرنيس، غادي نطحنها ونغمسو فيها. صافي نتوما معايا البنات، نكمل هادي ونرجع نوريكم الشكل الثاني. ما كملت البنات الشكل ديالي الاول، دابا غادي ندوز معكم الشكل الثاني. هاد الشكل الثاني غادي نحتاج فيه اللوز اللي درتو بشويه الماء طايب ونقيته وقليته في الزيت حمرته. غادي ناخذ الحلوه ديالي هكا بالقياس اللي بغيت، غادي ندير فيه واحد اللوزه نسد عليه ونولي نكورها مزيان هكا. هذه الطريقه صافي نمشيو هكا تنكملو هاد القياس ديالنا. البنات كما قلت لكم راه نتوما عينكم ميزانكم، كاين اللي كيعجبو الحلوه تكون كبيره، انا ما كيعجبنيش تكون كبيره بزاف كنديرها صغيره. حاولوا انكم تكبروا. المهم هاد بالنسبه للقياس وبالنسبه كيبقى كل واحد وكيفاش بغى. صافي نبقى هكا تنكمل الخليط ديالي العجينه ديالي وان شاء الله نتلاقاو في التزيين. هانتوما البنات بعد ما طابت الحلوه ديالي هانتوما كتشوفوا كيفاش جات، راه ما كتحمرش البنات مزيان، ما كت يعني ماشي تستناوها تتحمر بزاف، غير هكا يكون الكولور ديالها هكا ذهبي. وشتو الحجم ديالها اللي درت انا، راه درتها شويه صغيره ولكن مازال غادي تكبر، مازال غادي نديرها في الشكلاط ونديرها في الطوستاده. عندي هنا شويه ديال الشكلاط ذوبته في حمام مريم مع شويه ديال الزيت، وعندي هنايا الطوستاده هيرنيس طحنتها بهذا الشكل. انا استعملت هذه الماركه هذه
صافي ندوزو دابا نغمسو هاد الحلوه ديالنا في الشكلاط بهذه الطريقه. ونوضعوها في لكم كيفاش هادشي. بهذه الطريقه هادي كتجي غزاله في المنظره البنات، ولا حتى في المذاق كتجي رائعه. حاولوا اننا نتخلصوا من داك الشكلاط الزائد. من الاحسن ديروا وحده بوحده البنات، راه هشيشه واخا كانت العجينه قاصحه، راه هشيشه البنات فوق ما تصوروا. مايزينا دائما كتخلينا الحلوه ديالنا تكون هشيشه. صافي نستمر هكا حتى نكملو الحلوة ديالنا كاملة. هو البنات الشكل ديالنا التالي اللي كنا درنا فوس منو لوزة، أنا غادي نديرو دابا في الشكلاط البيض أو في الكوك. نغمصو بهاد الطريقة هادي بحال اللي كنا درنا لاخر. نحاولوا اننا نتخلصوا من داك الشكلاط الزايد. هانتوما كتشوفو البنات كيفاش جا هاد البنات الكاطو ديالنا من بعد ما وجد. هانتوما كتشوفو ها هو ديال اللي درت فيه اللوز لداخل ودرتو في الشكلاط البيض والكوك. هذا كنقولو له حلو طرافايلو، وهذا اللي بالطوسطاده بهيرنيس وشكلاط الكحل كنقولو له حلو تميزينا. كيجيو غزال الى البنات، راه عجينه وحده كما شفتو، عجينه وحده خرج منها جوج شكالات وكتجي هشيشه البنات، هشيشه بزاف. راه كما قلت لكم واخا قاصحه في العجين ديالها ولكن هشيشه. نتوما نرسل لكم شي وحده، شوفوا البنات شحال هشيشه كتجي غزاله، المذاق ديالها روعه. وهذه ديال رافايلو كتجي في وسط من هذيك اللوزه بهذا الشكل، هذا كتجي رائعه البنات. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وشكرا كما كنقول لكم دائما، شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم للتتبع ديالكم ليا. اللي يخطيكم ما تنساونيش دائما بجيم وبالتعليقات اللي كتحفزني والتعليقات ديالكم اللي كتحفزني وكتخليني انني نعطي اكثر واكثر. شكرا 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 لكم بزاف، ومرحبا الف مرحبا بلي دخلت معنا جديده. دير الضغط على الاشتراك وتفعل الجرس باش يبقى يوصلها كل جديد. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، والى حلوه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.